فيها مع حضراتكم هو فيما يتعلق بمباراه الامس، مباراه الاهلي ووادي دجله وفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0، فوز مهم جدا وخطوه جديده في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على اللقب. الاهلي ناقص له كام نقطه؟ باذن الله ناقص له 11 نقطه، يعني كام ماتش؟ 4 مباريات، يقدر باذن الله الاهلي يكسبهم يتوج رسميا بالبطوله رقم 42 في تاريخه. موضوع باذن الله موضوع وقت. لسه الاهلي ما حسمش اللقب، ودي سمه اساسيه عند النادي الاهلي وجمهوره، احنا بننافس على البطوله لحد اخر لحظه. فرق المنافسه بعيد، الواقع بيقول ايه؟ ان انت في حته لوحدك والباقي بينافس في حته ثانيه، اوكي، لكن لحد دلوقتي ما حسمتش اللقب، بشتغل على ان احسم اللقب. الاهلي امبارح نسبيا في ارتفاع في المستوى، ممكن البعض يختلف معايا في الجزئيه دي، ممكن البعض يقول لك لا مش ده مستوى النادي الاهلي، ماشي مش ده مستوى النادي الاهلي، لكن لما تيجي تقارن طبيعه المرحله بالظروف اللي بتحيط بالنادي الاهلي في هذه المرحله مع بعض المباريات السابقه وتقارنها بمباراه امبارح، لا هتلاحظ وتحديدا الشوط الاول في تحسن نسبي في اداء النادي الاهلي وفي اداء بعض لاعبيه. في احسن من كده؟ طبعا في احسن من كده بكتير، في احسن من كده بكتير عند النادي الاهلي. مع الوقت ومع انتهاء الفتره الصعبه دي على النادي الاهلي بكل اللي بيحصل والكلام الكتير والدوشه اللي حوالين الفرقه، هتخلص الدوشه دي والهدوء يسود في النادي، او في تحديدا يعني عشان يبقى كلامي محدد، في الفريق، هتلاقي الدنيا ماشيه في الاتجاه الايجابي سواء من حيث الاداء والنتائج. كده كده ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله لا قوه الا بالله، موجود النتائج موجوده عند النادي الاهلي، بدليل ان النادي الاهلي تعادل ماتشين وخسر ماتش بس لحد دلوقتي في بطوله الدوري، واقترب وقاب قوسين او ادنى من تحقيق اللقب الغالي لجمهوره، جمهور النادي الاهلي. لسه في لقب اغلى بصراحه، صعب قوي، لقب صعب قوي، محتاج تكاتف ودعم، اللي هو لقب بطوله دوري ابطال افريقيا. امبارح عجبني قوي بصراحه وعجب ناس كتير قوي من جمهور النادي الاهلي احمد الشيخ، هو ده احمد الشيخ في الشوط الاول تحديدا، العامل البدني شويه ممكن ما يساعدوش في الشوط الثاني، بس هيجي احمد الشيخ لسه راجع من اصابه، لكن هو ده احمد الشيخ بتاع المقصه، او احمد الشيخ اللي انت بتبقى عايز الكوره تروح له عشان تشوف هيعمل ايه في الكوره. امبارح عمل شوط اول ممتاز، حمدي فتحي ما شاء الله نجم المباراه امبارح، هدف رائع، استمرار تالق بادجي وعوده الثقه كامله لمروان محسن، ده امر مهم جدا. ده فيما يتعلق بالمباراه وجانب فني تحديدا، لكن عايز اروح بقى للدوشه كمان اللي حصلت.